كنا بنحاول نتابع منتخب تونس علشان نطمن على نجومنا اللي موجودين مع منتخب تونس، يعني سيف الدين الجزيري او المسلوسي، الاثنين مهمين جدا جدا في منتخب تونس ومهمين جدا مع نادي الزمالك. سيف المسلوسي تألق، لكن سيف الدين ابدع، عمل يعني اللي عليه وزياده، هدفين واسيست وكره بالكعب ولا اروع. فحاجه جميله جدا من سيف الدين الجزيري، ودايما بنكون كده مستنيين من لاعبتنا ومنتخباتهم افضل شكل ممكن علشان بنحاول دايما نوصلهم كده يكونوا مع منتخباتهم زي نادي الزمالك. فما اللعيب يبدع ويتألق مع منتخبه اكيد هيجي مع نادي الزمالك يكون جاهز 100%، ونتمنى ده يحصل. وعن حديثنا كده عن منتخب تونس وعن سيف الدين الجزيري والمسلوسي، فمعانا بقى مداخله عبد الكريم العابد الصحفي التونسي. اهلا بحضرتك في قناه نادي الزمالك. اهلا وسهلا، تحيه لكم حاره من تونس، تحيه حاره وكبيره. شكرا لكم، يحصل لي الشرف مره اخرى اكون على قناه الزمالك، ومرحبا وتحياتي مبروك لكل الفوز المتابعين النهارده في البدايه. الف شكر لك، وهو انتصار الحقيقه كان منتظر، كنا ننتظر فيه كافه معناها الشعب التونسي، لكن الحقيقه الانتصار فاجانا كونه كان افضل مما كنا نتوقع، كان يعني انتصار عريض. كان عريض نتيجة وأداء كمان، منتخب تونس عمل ماتش فنيا عالي جدا. عامل يعني اللاعبين أدوا ما عليهم، تقريبا كل الخطوط اشتغلت كما يجب. تعرف كرة القدم هي منظومة كاملة، يعني خط الدفاع، الوسط، وسط الميدان والهجوم. يعني الدفاع كان بالصلابة المطلوبة، وسط صحيح. الميدان يعني دور الكرة كما يجب وحرك الكرة كما يجب، وضع المهاجمين في تقريبا في المواقف والمواقع المطلوبة، والتحرك نتاع المهاجمين وخاصة النجاعة، خاصة النجاعة كانت على أفضل ما يكون. النهارده سيف الدين تألق بشكل قوي جدا، سيف الدين الجزيري، فشفت تألقه النهارده ازاي مع منتخب التونسي؟ اعتقد هذه مش مجامله، الفضل في استعاده الثقه لسيف الدين الجزيري، لانه لاعب مر بكل المنتخبات الوطنيه وكان هداف في كل المنتخبات الشابه، يعني المنتخب التونسيه، ثم ابتعد تقريبا لفتره 3 أو 4 سنوات وربما اكثر. الفضل كل الفضل لنادي الزمالك الحقيقه، هو عاد للمنتخب الوطني بعد يعني تحوله للزمالك وبعد فرض معناها نفسه وتسجيله للاهداف. يعني اللاعب يعيش افضل حالاته الذهنيه والبدنيه والفنيه، يعني اللاعب في افضل الحالات نتاعه، وعندما يكون في افضل الحالات نتاعه معناها قادر على التسجيل، قادر على المساعده، قادر على صنع اللعب، لانه لاعب زياده على كونه لاعب هداف، مهاجم هداف، هو لاعب فني ممتاز، سريع، قوي، يعني مهاجم تقريبا متكامل سيف الدين الجزيري. النهارده كان في يعني لقطه مؤثره جدا من فراس بالعربي بعد تسجيله الهدف الثاني، ويعني شفنا دموعه كده، وده كان بسبب وفاه والده متهيألي، صح الكلام ده، قبل ما يسافروا البطوله بايام. فمشهد كان مؤثر جدا، هل تواصلتوا مع اللاعب؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ اكيد مشهد كان مؤثر. هو اتكلم بعد كده، قال ان هو كان نفسه يكون موجود مع اسرته بس حاول يسعدهم بشكل تاني فسجل هدفين. بالضبط، يعني هو اللاعب تفاجئ تقريبا اقل من 48 ساعة من سفر المنتخب لقطر للمشاركة في الكأس العربية، معناها ما كانش ممكن باش يكون يحضر، وتقريبا اعطته دفعة معنوية كبيرة، معناها معناها فقدان والده، ثم المساعده نتاع اللاعبين نتاع الجهاز الفني نتاع الاداري نتاع كل تقريبا محيط المنتخب، يعني وقفوا مع اللاعب، وكان معناها كما نقولوا معناها اظهر رده الفعل نتاعه في الملعب. صحيح. يعني وحيى روح الوالد، والله يرحمه، ربنا يرحم والده طبعا. وبالمناسبه نتوجه مره اخرى من قناه صحيح. الزمالك بحر تعزينا للعائله نتاعو وللكره الرياضيين. يعني اسال حضرتك سؤال صعب دلوقتي جدا، شايف مين المنتخب الاقرب لكاس العرب؟ او مين المنتخب اللي ترشحه لحصد بطوله كاس العرب؟ والله ما كنتش فعلا السؤال صعب، لانه لو تكلمت بالعاطفه مش نقول لك المنتخب الوطني التونسي، لو تكلمت بالعاطفه
مش نقول لك المنتخب التونسي ثم بالمنطقة المنتخب التونسي باش يكون من المنتخبات المرشحة لأنه على الورق بالأسماء بالنجوم نتاعو وأكيد منتخب تونس بالأسماء مرشحة بقوة جدا. لكن تعرف أنت خاصة في الأدوار الثانية يعني المباريات تبدأ صعبة وتبدأ مباراة كأس يعني وأكيد كل المنتخبات معناها قامت بالتحضير اللازم وجهزت طبعا العناصر نتاعها وحتى بعض المنتخبات اللي غيب عليها بعض العناصر الاساسيه والنجوم الكبيره اكيد من وجهت لهم الدعوه عوضا عنهم باش يضاعفوا من المجهودات نتاعهم وربما يقدموا مردود افضل. لذلك الحقيقه ترشيح منتخب على اخر صعب وان كنت اربع منتخبات رشح اربع منتخبات يكونوا موجودين في السيمي فاينل. مش نرشح المنتخب القطري ماشي بحكم البلد وبحكم الأراضي بحكم الجمهور بحكم أشياء أخرى واضح كلامي وإضافة إلى تونس ومصر والجزائر. يعني كلام مهم جدا. السعودية ممكن تكون موجودة؟ نعم السعودية ممكن تكون موجودة ولا عشان منتخب أولمبي؟ يعني المنتخب السعودي أراه صعب يعمل نتائج ويكون مرشح للقب على الملاعب القطرية أرى ذلك مش عارف أنا يمكن شايف منتخب السعودي قوي شفناه في الأولمبياد كان قوي جدا معاهم جيل قوي جدا صراحة. نتمنى في النهاية الاستمتاع. أنا شايف البطولة هتكون ممتعة بالنسبة للجماهير العربية وبطولة مهمة جدا وأتمنى تفضل موجودة كل فترة كل سنة. لازم نستمر في البطولة مهمة جدا 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 للمنتخبات العربية. ويعني سعيد جدا بحضرتك كنت معانا النهاردة ودايما كده منتخب تونس متألق في كل البطولات بس ما تمناش نقابل تونس في اللقاء الحاسم. ان شاء الله في المباراه النهائيه ان شاء الله تكون مباراه نهائيه واللي لا انا قصدي على اللقاءين الحاسمين بتوع كاس العالم. اتمنى نبعد عن منتخب تونس. تحكي على كاس العالم بالطبع هو الاهم. يا ريت يذهبوا للمنتخبات الاربعه العربيه يا ريت رغم المنافسه باش تكون شرسه جدا مع الافارقه مع نيجيريا مع غانا تكون صعب مع صحيح. مالي صعب الحقيقه صعب المنتخبات الافريقيه صعبه. يعني يا استاذ عبد الكريم نورتنا وشرفتنا شكرا جدا لحضرتك انك كنت معانا في قناه نادي الزمالك. طبعا كلنا نتمنى الاربع منتخبات العربيه توصل كاس العالم. اتمنى ابعد عن المنتخبات العربيه ده اكيد كل الناس بتفكر كده مش بس تفكير منتخب مصر.